هاي انت ما بتردش على سلكي. ايوه ما اعرفش كنت. اوه استنى. لا انا تمام تمام بس بحاول اهدى فهمني. انت سخن. دماغي هتضرب مني. ده انت مولع. لا 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 انا بس تعبان شويه. طيب خليك هنا استريح وانا هفكر في حاجه. انا مش بحب حد يطبطب عليا. انا كويس. قرف. يلا 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 فكر. يلا تعال هنا هوريك اللي بدور عليه. لقيتيها. طيب ركز هنا شوية. أنا مركز. طيب بص الزهرة اللي قدامك دي اسمها نبات الدرم. لافندر؟ بس أنا لسه بسدد فلوس دراستي فهسميها بالاسم العلمي وانت سميها الاسم. أيوة هستفيدي من الفلوس. يلا. طيب يلا هات إيدك. شوف مفروض تحط إيد واحدة حوالين الزهرة. طيب. وتحط إيدك التانية على ساق الزهرة. ماشي كده بالظبط. وشدها بالراحة وببطء. عارفة أنا قطفت أعشاب قبل كده. معلش بعد إذنك بس دي مش أعشاب. بالراحة شوية. بس مع الضغط. أيوة بس مش جامد. أيوة مستعد. يلا عملتها كويس جدا. وريحتها طلعت مش حلوة قوي. طيب خليها معاك وأنا هروح أجمع تاني. طيب ليه اللافندر؟ الرجالة في المختبر متحمسين قوي. هم مقتنعين ان عندهم الفصيلة الفرعية اللي ادت لتشويه مادة المونوكربونويد اللي بينتج اللينالول المعدل. و ده فعلا خبر. شكرا يا اينشتاين. شكرا ليك. اسفة. في مادة كيميائية ممكن نستخدمها في دواء جديد علشان المصابين بالحروق. في بلدي العقاقير اللي بنستعملها هي اللي بندخنها. بصي بوزر يعرف راجل عنده مزرعة هي على بعد 3 أميال على الطريق. عظيم. هينتهي الحال بيك انت وبوزر في السجن. بتعملوا تاني ايه هنا بقى؟ سلاح كيميائي او دمار شامل؟ لا 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 لا. طيب على الاقل مش انا. بجد؟ ده موجود في العقد بتاعي. ما ينفعش اي بحث بعمله يستخدم لاغراض عسكرية. بص في اكتر هنا. استني بطلي. يلا المية هتبقى حلوة. ايوة ثانية ثانية ثانية. ايه المشكلة؟ انا بس عايز اقولك حاجة. بجد في ايه؟ دي قصة طويلة. طيب عادي ممكن نتمشى. انا بحب اتمشى. طيب ليه ما تكلمينيش شوية عن زرعك؟ بجد؟ طيب أصلاً النوع ده يعتبر عادة خارجي. عايزاني أسأل. معناها ليس محلياً لهذه المنطقة. أشكر أوغدن على كده. مين؟ يا خبر أنا سألتك. بيتر سكين أوغدن أول مكتشف ينجح في الجزء ده من ولاية أوريغون. اشترى هو وشوية المستكشفين الأوائل كل الأعشاب الطبية والنباتات معاهم. شوية ماتوا وشوية بيطلعوا هنا. دلوقتي في الأغلب على شط البحيرات والبرك. أول مستكشف أبيض. واو بص لنفسك بتستخدم كلام مش عنصري. ما تصدقيش أي أفكار عادية عن اللي بيسوقوا موتوسيكلات. إحنا جذابين قوي. أكيد في شوية سمر البشرة في نادي الموتوسيكلات وفي واحد معه عضوية كاملة. أنا ما يتهيأليش شفت ناس ببشرة مش بيضة من ساعة ما وصلت للمكان المنعزل الصغير ده. أيوة في الحقيقة جاك جاب ناس بالأتوبيس من ساكرامنتو بس علشان خاطر يضايق أعدائنا. فعلاً؟ لا ما عملش بهزر. جيرسي ده صاحبي هديله الإشارة بنفسي. خدمنا سوا في نفس الوحدة. حاولي تيجي النادي وأنا هفسحك هناك. هتحبي الراجل قوي. دمه خفيف وبيعمل مشروب مارجريتا مفيش زيه. طيب لازم أبقى في المختبر يوم الاثنين بدري ف هرجع البيت الساعة 10. أوعدك بده. إزاي أقدر أرفض حاجة زي دي؟ تمام ممكن تقطف حبة دلوقتي. لافندر؟ عايزاني أقطف اللافندر؟ أيوة هاتلي 3 نباتات وما تموتهمش. أوه هقتلهم. فعلا؟
أيوة قطفت واحدة. تمام جدا. هي دي؟ أيوة كمل. آخر واحدة. هايل، هاتها هنا. دي عشان واو، واضح ان لسه في رجاله ذوق في فيرويل. ما لو مش كده يبقى انا ما قتلتوش. خلي بالك. ايه ده، هي دي اللي هنشربها بعدين؟ لا، هنعمل حاجه تتشرب. انا بعمل بيها شاي عظيم. اراهنك. ثانيه. طيب لو جيت لي انا هعمل لك شويه طالما انت هتوصلني للبيت. طيب عظيم، هتنبهر بموهبتي. وهجيب لنفسي مشروب وانا جاي لك بقى. تعال نشوف. هاي بوزر. مش ممكن. حاجة تضحك. أنا كنت بفتكر من كام سنة رحت مع سارة البير كريك، كنا بنقطف اللافندر وعلمتني علمتني أعمل كريم يعالج الحروق. بص أنا خرجت النهاردة ماشي، وبصيت على الجبل وشلت كام فخ. بص دراعي أحسن من الأول. ماشي طيب، أنا بس هسيبه هنا. استنى استنى، اديني يومين بس. ماشي، بس هنروح للشمال ونخرج من المكان القذر ده. اكيد. ايوه دي. انت معايا؟ ايوه هنا. ايه الاخبار؟ هجمونا بقوة، الممزقين عملوا كده عشرات منهم أو يمكن أكتر. ممزقين أندال؟ دي البنت اللي كنت قلقان منها؟ أيوة ليسا. استنى، إيه اللي حصل؟ فين ليسا؟ اختفت، خدوها مع ثلاثة تانيين. ألقاي مشي وراهم على قد ما قدر، بس هم مستخبيين في فتحة بركان بيلناب، وجه تاني عشان يجمع رجالة أكتر. مش ممكن. تمام، بص أنا شفت اللي بيعملوا الأندال دول في الرهاين، أنا مش هستنى. خلصت. أزيتوها أنا بوعدكم هقتلكم واحد واحد، سواء بقى أزيتوها أو ما أزيتوهاش. اصبري يا ليسا، أنا جايلك. إيه ده؟ بتاعت ليسا؟ أكيد مش بتاعت ممزق ندل. دي أثر رجلين صغيرة، شكلها البنت، أكيد دي أثر ليسا. واتجرجرت لهنا. لو أزيتوها يا أندال هقتلكم كلكم لحد آخر واحد فيكم.
بدل الوجع اتعود عليه. انسى نفسك وحس بالفضول، هو ده العقل الواحد. وكون ليه ما تلاقيش انت الطريق الصح؟ ميتين يا غبي، هما مش هيدخلوا في طائفتك. لازم استخبى. ارتقي ارتقي. كان ايه ده؟ هنعمل ايه لما كل التايهين يبقوا مهتدين؟ لما كل التايهين يبقوا من الاحرار هيبدا الارتقاء العظيم. كارلوس هيدلنا على الطريق. لازم ما نبقاش لوحدنا، لازم نكون على الطريق علشان الارتقاء العظيم. احنا لازم محدش هينضم ليك. استحملي يا ليسا مهما عملوا فيكي، بس استحملي. احنا على الطريق. التأهيل. ضربته ما جت. انت بتدور على الحقيقه. يلا ضربته. ايوه. الأحرار! اقتلوا! اقتلوا! فوق! هم خدوها لفوق! احنا هنحرره. روح ناحيته، احنا هنحرره. كارلوس هو بيعمل ايه؟ ليسا. طيب يا ليسا. يا خبر، عملوا فيكي ايه ليسا؟ ليسا ايه حبيبتي؟ لا ايه ليسا، بالراحه بالراحه. اهدي 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 ليسا، ده انا ديكن، فاكره ديكن؟ طيب طيب يلا ديكن. ما تقلقيش، عادي. يلا انت كويسه؟ يا خبر، تعرفي تجري؟ طيب تعرفي فين مكان الزوار؟ طيب انا سبت الموتوسيكل هناك، عاوزك تجري اسرع حاجه وما توقفيش خالص. مش هقف. ايوه ما توقفيش مهما حصل. مستعده؟ ها يلا.
كلمات كارلوس. احنا في امان هنا، انت كويسة؟ لا اسمعيني، احنا لو مشينا من الجنوب في معسكر لوست ليك، مش شبه هوت سبرينجز خالص. ايرون مايك شخصيته مختلفة عن تاكر. بكره استاذة تاكر. ومش هتكوني لوحدك هناك، المعسكر حلو وهتحسي بامان فيه. طيب امسكي كويس. ريكي، ريكي ردي. ريكي انت لسه على نفس القناة؟ معسكر لوست ليك، ردوا. ديكن ما تكلمناش بقالنا كتير، عايز ايه؟ بس اوه لا، قابليني ماشي عند تقاطع طريق كاسكيد مع طريق فيلنا بالقديم، انا هروح هناك دلوقتي. عارف ايرون مايك قال ايه لما مشيت انت وجوزر من هنا؟ صح. اسمعي، عشان السبب ده اتصلت بيك على اللاسلكي مش عن طريق سكازو. ما تقوليش لايرون مايك معايا طفلة هنا. ميح. انا اقصد مش طفلة، ناجية كانت هنا بقالها كتير. عندك واحدة من الناجين انت هتجيبها لوست ليك؟ لا انت هتجيبيها لوست ليك، انا هجيبها لك. بس ريكي انت هنا؟ ايوة تمام، انا في الطريق لوست ليك. حول ريكي. ايوه ماشي اي وقت. هتعجبك القعده هنا يا بنت. زي ما قلت ايرون مايك هو شخص كويس بس بيحب يزعق قوي، ما تخليهوش يضايقك، فاهمه؟ المهم في واحد اسمه سكازو، لو ضايقك في اي وقت قولي ريكي او قولي الادي دي دكتورة المعسكر، قولي لها وادي دي شاطرة جدا وعندها ادوية، فهماني؟ هتعرف تنظف الجروح، قصدي يستحسن ما يجيلكيش اي عدوى. ايه يا ريكي؟ اهلا يا ديك، أنا متفاجأة. إيه تاكر بطلت تجارة العبيد؟ ليسا دي ريكي، دي المفروض يعني هتاخدك مكان مش خطر. مفيش حاجة اتغيرت، ايرون مايك أكيد مش هيدفع في ده. يدفع حاجة؟ أو بجد ده مش، معلش ثانية واحدة، الموضوع مش كده، الموضوع مش تجميع جوائز زي ما انت فاكرة. ممكن بس تاخديها؟ هي مالها يا ديك؟ مالها، ما هي قبلت شوية من السفاحين وكان مفروض. يا خبر. أهلا ليسا. اهلا انا ريكي. اسمعي انتي بتحبي الصيد؟ انا حقيقي بحب الصيد جدا، ودي اكتر حاجه ممكن تبسطني في حياتي. تحبي نصطاد مع بعض؟ فعلا هحكي لك عن لوست ليك، فيها انقى ميه في الدنيا. انتي ما شفتيش ولا السمك؟ يا خبر. السمك بينط بره الميه عالي جدا، هبقى أوريكي لما نروح هنتبسط قوي. امسكي كويس. ها انا ممتن.
هوت سبرينجز لسانت جون. ذكر أنا هنا. متوقع أنك هتبدأ دلوقتي. لقيت البنت ليسا؟ لا يا تكر لا، الممزقين قتلوها بطريقة بشعة وهي مهربتش. مش معقول، احنا محتاجينها كده. عملية الحفر هتتأخر وقت أطول بكتير. تمام، بصي للجانب المشرق كفاك، هنأكل ناس أقل صح؟ روح هناك وحاول تلاقي لي أكل طازة، وإلا مش هيفضل حد هنا عايش نأكل. تاكر حاول. طيب تمام، هشتغل على ده. فوق جايين وهم عايزين، قصدي بيطردوني وهم. بوزر ايه اللي بيحصل؟ دخلت هنا ازاي؟ استنى استنى، انت بتعمل ايه؟ خليك مكانك. بوزر ده انا، انا ديك. خلينا نهدى دلوقتي ونتكلم شويه. هقتلك. مش مشكله، يلا اديني المسدس، اديني المسدس، يلا هات يلا. يا خبر، ايه اللي بيحصل ده؟ بوزر، ايه اللي بيحصل ده؟ انا سمعت، انا سمعتهم، سمعت اصوات. ليه كده؟ ليه كده؟ سمعتهم صح؟ لا ما سمعتش حاجه بوزر. انت دمك اتسمم. ده مش صح. لا اتسممت يا بوزر. حتى بص، انا مش محتاج اني ابص. انا حد يساعدك. بص انا مش محتاج. يلا قلت لك مش محتاج مساعده. اسف على اللي حصل، يعني على محاولتي لقتلك. قصدي افتكرت اني شفت حاجة، فاهمني؟ بالراحة. لحظة، حاسب ولا يهمك. انا بس تخيلت ده كان في دماغي، فاهمني؟ ايوه عارف. قدرت اسمعهم يا ديك؟ انا سمعتهم ديك، صوت خطواتهم مسبب لي صداع. جزمتهم خطوات قليلة بس. مش محتاج مساعدة، أنا أقدر أمشي، قادر أمشي. تمام. أنا بس لا، مش عارف إيه اللي حصل. أنا شفتهم كانوا كتير جايين عليا، متخيل؟ أيوة دلوقتي. يلا اركب، لازم نمشي. لحظة، إيه؟ رايحين على فين أنا؟ رحلة صغيرة بس بوزر، ده هيساعدك على تصفية مخك. رحلة؟ أيوه تمام كويس. تمام، أنت رايح فين؟ ديك، فاكر المرة الأولى رحلتنا برا فيرول كانت عاملة إزاي؟ أيوه أنا فاكر. الطرق السريعة كانت كلها عربيات، كان في ناس كتير كلهم مستعجلين، كانوا فاكرين انهم لو مشيوا بسرعة هيعرفوا يتفادوا اللي جاي. ايوه، محدش قدر يتحرك بسرعة يا بوزر، محدش اتنبأ باللي جاي زي ما انا عملت. مع الوقت الناس قالت ده قرف، وبدأوا بالمشي وبعدين الجري، بس الوقت كان اتأخر. ايوه اتأخر جدا. فاكر برضو الفرجة على المسوخ اللي كانوا جايين كلهم بالألاف، كل دول كل الأغبياء تاكلوا. أيوة أنا فاكر. لما تشوف حاجة زي دي اعرف إنها مسألة وقت قبل ما يجي دورك.
ومفيش حاجة هتوقف ده يا بوزر، مفيش حاجة. بس انت عارف احنا ليه بنستمر؟ لا، علشان ايه تاني ممكن نعمله؟ ايوه. انت بتعمل ايه؟ ولا حاجة. اها، عارف انك بتستعد قبل الرحلة دي. طب انت عارف انا كنت بفكر اعدي على الملجأ واشرب حاجة وبعدها اروح العيادة شوية. لا 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 يا راجل، انا زهقت جدا. انا كنت بهزر معك بس. هي ديك، ارن مايك قال انه هيقتلك لو شافك تاني. ولو قال ده، العجوز ده مش بيفتكر اسمه معظم الوقت. لا لا لا، استنى هيفتكر. انت لازم تفضل صاحي، احنا سيبنا الطريق بس لو حد اعترضنا من المسوخ. ايوه انا عارف. تمام ديك. ما تقتلش حد في المعسكر، ماشي؟ انا مش هقتل حد. انت كويس؟ كويس جدا. أربعة فتحنا عليهم النار، ما حاولوش حتى يتجنبوا الرصاص. الغريب إنهم ما اتصابوش حتى. فضلوا يجروا ناحيتنا. الولد وقع واحد وخرج سكينه. أنا عارفة إن في حاجة برا هنا. لقيت إيه؟ هنا. لقيت ايه؟ الحراسة لطيفة بس مملة، طبيعتها كده. هتعمل ايه بعدين؟ هحاول انام، ده كل اللي هعمله. البنت دي ليسا، البنت الجديدة، بتعيط طول الوقت. في الايام الاولى ما عرفتش انام. ايه ده؟ مالها؟ حجر؟ هي لسه جاية من الانقاض، عايز ايه؟ ارى حتى الفلوس خلصنا منها لخروجنا بشهر. اي حاجة؟ ايرون مايك مش هيوافق. مش فارق مع وجودها، هو عارف. هنا. لقيت اي حاجة؟ الرجالة اللي جوه ما تحكموش بس ونتعذبوا. شو عنده جرح؟ اهلا. كأنهم كانوا الحجر. اوه لا، ايرون مايك سكيزو المغفل. اوف، فضلنا ثلاث ساعات نلم في اجزائهم عشان ما نسيبهاش للمسوخ. ريموند ده كارلوس، وانت عارفه لازم نردها لهم. يا اما الممزقين هاي. ثانية، ايه الاخبار؟ انتوا الموضوع، انتوا الموضوع. مفيش حد هنا، بس ممكن تدخل تتأكد بنفسك. هنرجع تاني. انت عارف ادي ما بتحبش انك تتدخل في شغلها. انت اللي قلت كده مش انا. انا مش بضحك اهو، انا بس عايز الاقي طريقة للدخول. ادي تبقى هنا، عايز اتكلم مع رجالة بنفسي. اتمنى يكونوا لسه عايشين. ادي هتهتم بيها. تفتكري ريكي وادي صحاب قريبين؟ ليه؟ عشان عايز تقرب منهم ولا عشان عندك فضول؟ طيب والمجموعة التانية يا مايك؟ انا بعدها. كارلوس خلاص بيهاجم معسكر فيونيو. انا ببص. خلصت. لا بقى احسن بكتير. خرجت من وجودها بعد سنتين. خرجت ادي. الموضوع ده هيخلص بطريقة واحدة. يا ادي القرف. اهلا ريكي. اهلا ادي. انا مش عايز اي مشاكل، فبعدوا عن طريقي وانا همشي في سلام. لا لا، ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ بتعملوا ايه في عيادتك؟ هتضرب عليا نار. استنى، في قانون صح؟ ما ينفعش تقتل بنت الا لو مضطر. كده بقيت مضطر. زفت. تمام، بصي، ليه ما تسيبنيش اشرح؟ شوفي ايه في التلاجة. انت بتتاجر في الممنوعات لتاكر، عارف لما جبتلي البنت دي افتكرتك اتغيرت، بس ده ما حصلش.
لا دي مش مخدرات. ايه؟ دي مضادات حيوية. بوزر مريض، اصل دمه تسمم ومفيش مكان عشان اروحه. تسمم في الدم؟ ايه اللي حصل؟ هل ده مهم؟ انا فشلت. هاتوا هنا، روح بسرعة وهاتوا. ما نقدرش نعمل. لا نقدر. بصي انا ما يهمنيش يبقى مين وما يهمنيش رأي ايرون مايك، الانسان لما يمرض لازم اعالجه، واجب علينا ناخد بالنا من بعض لان ده هو اللي بقالنا. يلا هوصلك. هناخد انهي طريق؟ فاكرة المعسكر الصغير اللي شفناه لما رحنا الوادي اول مرة؟ ايوه فاكرة. انتي بتسمي ده موتوسيكل؟ يمكن موتوسيكل رحالة مش قد كده، بس هيأدي الغرض. اركب. لما كنت هي عامله ايه البنت اللي انا جبتها هنا؟ ليسا. انت هتاخديني عشان اشوفها؟ لا مش ممكن يا ريكي. ليه ايه ده؟ ليه؟ لا ما اقدرش، هي مش هنا. لحظه استني لحظه، هي فين؟ من كام يوم سكيزو كلفها بجوله استكشافيه، راحت معسكر راب مع ثلاثة تانيين عشان يدوروا على تمويل، بعدها رجعوا من غيرها. انتي بتقولي انهم سابوها هناك في الانقاض؟ هما ما سابوش اي حد، قالوا انها هربت. مش ممكن. يمكن في اي حاجة، ديابة، مسوخ، ممزقين، اختيارات بشعة. وايه اللي كان بيفكر فيه سكيزو هو بيوديها بجولة بحث عن المؤن؟ لازم الكل يشتغل يا ديك، انت عارف ان ده الاتفاق. مش مصدق القرف ده، فضلت عايشة لسنين في ماريون فوركس لما لقيتها هناك. فعلا يمكن كان لازم تسيبها هناك. مين هناك؟ ارجع فورا وإلا ضربت النار عليك. ده أنا. لا ارجع. أهلا أنا ريكي. فاكرني؟ كنت بسوق معاكم من سنتين. ريكي تامولو؟ ايوه تامولو من لوست ليك. ايوه استني استني استني. مظبوط. ويا ترى اخبارك ايه يا بوزر؟ انت بخير؟ حلو قوي. بس ده ما يسمح لكش انك تسرق حاجتنا. انت بتهزري؟ بصي لدراعه، كنت اعمل ايه يعني؟ ما اعرفش. كنت تسالنا ايه ده؟ ايه اللي حصل لكم يا شباب؟ اقوى رحالين في الانقاض صح؟ اكيد هترجعوا مهزومين لايرون مايك. ده اذا سمح لكم اصلا. انا بس عايزك تساعدني نرجعوا الادي. يلا بينا. يلا يا صاحبي يلا. مش محتاج مساعدتك. ريكي. ايوه يا بوزر. ريكي لحظة، احنا رايحين فين؟ ادي قالت انها وافقت انها تكشف على ايدك وتشوف هي ممكن تعمل ايه. ايه؟ لا مش هروح المعسكر تاني، انا ممكن اسوق. ايه القرف ده؟ احنا مش، وبعدين يا بوزر ده لمدة كام يوم؟ خد علاج لدراعك وبعد كده. لا انت عارف الوضع عامل ازاي يا ديك. لا مش صح، دي مش هوت سبرينكس، دي لوست ليك. ايرون مايك فاكره؟ ايرون مايك ده هيسبب في قتلنا. انت قلت ان ده كان من مده طويله، دول عمروا المكان دلوقتي وبقى عندهم ناس كتير كده. هنموت كلنا. احنا هنكون مشينا قبل ما اي حاجه من دي تحصل.
الدكتورة الوحيدة للمعسكر على مسافة 100 ميل، لكن آدي بص هي هتتولى الموضوع ده. بس يومين. أيوة، بعدها نخرج من هنا ناحية الشمال زي ما قلت، ونبعد عن كل ده. أيوة هنروح ناحية الشمال وهنرمي كل القرف ده ورانا. أنا واتنين معايا حرقنا من أسف. تمام، أنا هرجع واطمن عليه وخلي بالك منه. جبان. أيوة عندك حق. ها؟ قد إيه وقت؟ يعني لحد ما يعرف يسوق. تقصد هتفضل هنا قد إيه؟ عندنا مضادات حيوية بس ده مش كفاية. لو ايرون مايك خلاكوا هنا يبقى صاحبك عنده فرصة. ايه اللي حصل؟ ازاي حرق دراعه كده؟ قابلنا شوية ممزقين جنوب بلناب، متهيالي ان هما محبوش الوشوم. يا خبر، سمعت انهم بيعملوا كده لنفسهم، بس ما بيعملوش كده للاشخاص اللي بيحاولوا يجندوهم. بوزر ما كانش مجند خالص. تاكر كان المفروض تتعاقد معاهم زي ما عمل ايرون مايك. بجد يا ريكي، هو بس مش فاهم، كارلوس مش هيحترم اي اتفاقية مع لوست ليك، ومايك مش ملاحظ ده. هو ملاحظ اكتر مما تتخيل. ليك جانب كويس دايما يا دي، بس انت بتحاول دايما تقتل الجانب. قابلنا مجموعه مجانين مش لابسين. شكرا على ثقتك فيا. جلدهم مشوه كانهم قطعوا بعض بسكينه. جو قال لي ان اسمهم الممزقين، تبع طائفه في ايلون بوت اسمها الارتقاء في سلام. ما صدقش اي كلمه هو هيقولها لك. ادي طيبه مايك، احنا ما عندناش اي وقت لحمل زي ده ولا للعاجز اللي موجود معانا هنا. هو مش عاجز، ده ممكن يشتغل. هو ممكن. بقترح ان هما لازم يترموا. بس ده مش من اخلاقنا يا. مش ممكن. بتقول ايه وانت زهقت ان الشغل اللي حساب تاكر اخيرا؟ ريموند من فضلك ما تقولي ليش كده. انا قرفت من ده. كفايه لحد كده. شايف انت تعرف حقيقه الراجل ده وتعرف خليك اللي عمله. مكانك. وانت ابعد السلاح ده من هنا. مايك، ديك هو اللي جاب البنت هنا. أنا عارف كويس، وعارف كمان حقيقة الراجل ده، وعارف عمل إيه. بس يا ترى أسوأ من اللي عملته ريكي وأنا إيه؟ كلنا خرجنا من الأنقاض يا سكيزو، كلنا عملنا حاجات نخجل منها. محتاجين سواق تاني. استني دقيقة واحدة، أنا محتاج راحة شوية وشوية مضادات حيوية. هعمل اللي تقولوا عليه. أكيد يا مايك، كل اللي هتقوله موافق عليه. تعال معايا. مش واثقة فيك. ما تتكلميش معايا. يبقى انت اللي جبته هنا اهو. انا ما جبتهمش هنا يا سكيزو. بوزر محتاج مساعدة. بس ده دخل مقتحم العيادة. مكان الأدوية مش أمان خالص. كان المفروض تصلح ده من أسابيع. ريكي قالت لي انك بطلت تشتغل مع تاكر وجبت البنت الصغيره دي هنا. اسف اني كدبت عليك قبل كده في موضوع مهمات تاكر. انت رحال من امتى انت وبيل؟ مش عارف، زي ما قلت فقدت الاحساس بالوقت. لو الناس ما حطوش بذور وزرعوا شويه اكل وفهموا الوضع شويه مش هيعدي علينا ربيع. اديت بوزر اللي هو محتاجه وسبتنا نستخبى هنا لحد ما يقدر يسوق، فانا هعمل اللي انت عايزه بكل سرور. انا بس عاوزك تعرف انه مجرد ما يخف هنجهز حاجاتنا وننطلق للشمال. الشمال؟ في معسكر هنا قريب من سميث روك، بوزر ما راحوش قبل كده. ايا كان ناس كتير بيطاردونا هنا، ده وقت الانتقال.
بداية جديدة صح؟ احترم ده. روح دلوقتي سيبني لوحدي، عايز افكر شوية. اكيد يا مايك، تمام زي ما انت عايز. خلي ريكي يكلمني على اللاسلكي لو احتاج. ديكن اهلا. هو كله تمام؟ ايه المشكله؟ في الحقيقه انا مش موجود هنا عشان كده. تمام. انا جيت اشوف اي حاجه انت محتاجاها عشان العياده. في الحقيقه في حاجات كتير قربت تخلص، قصدي اكيد يعني هنحتاج ادويه اكتر وشاش ومعدات. تفضل. سكينة ليستون. أيوة، استخدمها الدكاترة في الحرب الأهلية في العمليات في ساحة الحرب. عمليات؟ ما كانش عندهم أي مخدر أو مسكن. أنا كتبت لك فين ممكن تلاقي واحد. ده الكتيب بتاع مركز زوار معسكر شيرمان. صح، أيوة. ده مليان بكل أنواع المسوخ. هشوف الموضوع ده. يا ديكن أشكرك.